في المحور الأول لزاما علينا أن نقول ما يجول في صدور الناس بعد أخطاء الرياضيات الإنجليزي وحادثة الكيمياء مؤخرا. ماذا قدمنا من فكرة الناس حول أداء دائرة في وزارة التربية والتعليم في ملف الثانوية العامة؟ البعض قال أن القصة تحولت لرهاب مجتمعي، إقلاق للراحة العامة. آخرون مرتبطون بالسوشيال ميديا تحدثوا عن شبهات تهريب أو تسريب أو غش كبير في الامتحانات. جروبات تليجرام، صفحات فيسبوك نشرت الأسئلة خلال وقت الامتحان، وأخرى طلبت مبالغ مالية مقابل الأسئلة مع الحلول. لا شيء يثبت الصحة القطعية لذلك، لكنها ثارت، تورمت، تفجرت وزادت من حدة النقد. القصة الآن بعد هذا الأداء تضعنا أمام تساؤلات: من سيحاسب على أخطاء الثانوية العامة وإقلاق المجتمع؟ أم سنكتفي ببيانات رسمية لا تبني جسرا لشعور الناس بحثا عن وصال؟ إن كان هناك تسريب لا قدر الله، وإن لم يكن، لماذا لم نتحرك سريعا لضبط المتسببين بالإشاعة وزيادة توتر الناس؟ ماذا طبقنا من خطة الحماية لامتحان الثانوية العامة والشعور العام؟ وبالمحصلة مصير الطلبة سيبقى يدور ضمن خانات العدالة المنقوصة، وأنهم ضحايا جدد لامتحان فيها سوابق مرتبطة نفسيا بأذهان الناس. حدث عام 2004، حدث عام 2013، ضحايا التسريب والغش. هذه مقدمة توضيحية لما سنطرحه الليلة، لأننا ننقل حال الناس ونترك الرأي لأهل الاختصاص، وعلى الحكومة بأركانها أن تولي هذا الملف اهتماما أكبر من معاكسة رأي الشارع وإثبات الصحة في الكلام حتى لو كانت تعنتا. القصة ليست مواقف شخصية لطلاب ولا حرب ضد وزارة، لكن القصة عدالة مطلوبة ورجال على قدر المسؤولية في إدارة ملفات بحجم إدارة الامتحانات. مشاهدينا، قبل الخوض في التفاصيل نتابع وياكم آراء لطلبة حول الامتحانات مؤخرا. أنا قدمت أحياء من الفرع العلمي، الامتحان كان كتير سهل والوقت زاد، يعني إحنا خلصنا من أول ساعة، يعني كانت الأسئلة كلها مباشرة إلا كم من سؤال، يعني هذا الشيء طبيعي إنه يكون الامتحان فيه كم من أسئلة مش مباشرة. الامتحان كان سهل بس دقيق شوي. اليوم امتحاني أحياء تخصصي اقتصاد منزلي، يعني إجمالاً أسهل من مبارح. من يوم الكيمياء ضربونا وما راعونا بالمرة، وكان من برا المنهاج جداً، ومن أول امتحان ليوم الكيمياء وهم ضرب أسئلة، وكان كل الأسئلة صعبة بشكل عام. أنا امتحان اليوم كان عربي تخصص فريق أدبي، الامتحان كان من متوسط لسهل، يعني ما فيه كتير أشياء صعبة، الوقت كتير زايد وكان امتحان عادي، يعني ما فيه شيء. كان عندنا امتحان تخصص ورقة تانية، كان أسهل من الأول بكتير، والوقت كان على الأد، يعني إنه ما كفى نراجع. لحد هلا ما في ولا امتحان إجا ما فيه خلل، كل امتحان يا إما غلط طباعي، يا إما أسئلة ما بتنحل، يا إما أسئلة في بالجوابات أكثر من خيار. يعني حتى اليوم في دائرتين تعدلت أثناء الامتحان. أوكي، هلا التعديل اللي صار ما بيفرق كتير بالحل، تمام، بس يعني برضو أخذ من وقتنا لأنه رجعنا اضطرينا نرجع نحل كمان مرة الدائرتين. مش امتحان هذا يحطوا لنا إياه بالمرة، لا وقت كافي ولا في سؤال ولا سؤال مباشر بالامتحان، كل الأسئلة ملغمة كله. والامتحانات ولا امتحان قدمنا له هلا ما في غلط، هذا امتحان مدقق. الامتحان لو مدقق مرة واحدة ما بوصلني بغلط، يعني بالامتحان أول إشي الامتحان كتير صعب، وإحنا والله لو إنه في مسلسل بريكنج باد ما بنعرف نحل الامتحان، لأن الامتحان مش منطقي أبدا، وكل البنات طالعين بعيطوا. أبدأ بالحوار حول مبحث العربي التخصص مع الأستاذ زكريا ربيعة. أستاذ زكريا مساء الخير. مساء النور، الله يعطيك العافية يا رب. أستاذ زكريا، بدي أسمع تقييمك للامتحان اللي قدموه الطلاب يوم الخميس واللي لا زال يثير جدل ولغط حوله. هل كان هناك أخطاء؟ هل الامتحان كان مناسب غير مناسب؟ مستوى الأسئلة وما إلى ذلك، تفضل. بالنسبة لامتحان اللغة العربية في الفصل الأول التخصص، كان المستوى الامتحان أعلى من المستوى المتوسط وأعلى من المستوى الصعب. كان في عنا تقريبا 3-4 أسئلة بالراحة من خارج الإطار التقليدي للامتحان الوزاري، وغير ملزم فيها الطالب بناء على هدف الوزارة من الكتاب المدرسي والأهداف والنتاجات الموجودة في دليل المعلم. يعني ما تقولي تفضل. أما بامتحان الفصل الثاني فكان الامتحان مستوى متوسط، لكن مع وجود على الأقل خطأ واحد في هذا الامتحان، إذا ما كانوا خطأين على أقل تقدير. أسمع منك بالتفصيل لو سمحت أستاذ. بالتفصيل، الفصل الأول مثلا في عندنا مثال رقم 9 أو سؤال رقم 9، في عندي بيتين شعر هون، فليس العيني عند غيرك موقف إلى آخر البيتين، وحكالي أولى علامات الحب
أولى علامات الحب الإجابة الصحيحة اللي هي إدمان عين الناظر إلى المحبوب فيتنقل بتنقله، وهاي النقطة غير موجودة ببيتين الشعر الموجودة هون، لكنها موجودة في نص آخر ما جابوه زي القطعة في اللغة الإنجليزية اللي هي قطعة إنيفا. إذن النقطة الإجابة غير موجودة بالنص الموجود عندي هون. هذا سؤال رقم 9. سؤال رقم 10 بالفصل الأول، في عندي بيت شعر وطلب من الطالب، طلب كاتب الامتحان من الطالب أنه يعرف هذا البيت في أي مدينة قيل، هذا البيت في أي مدينة قيل وفي مدح أو في فتح مدينة طبرية. وهذا أكيد إحنا بندرس أدب ما بندرس تاريخ، فبناء على نتاجات الكتاب المدرسي فهو غير مطالب به الطالب الإجابة على هذا السؤال. سؤال رقم 11 كمان نفس الإشي، أو عفوا سؤال رقم 12، هون كاتب الامتحان يعني بتخيل انه الطالب راح يحفظ له 300 بيت شعر مين قائلهم، وهذا اشي خيالي. احنا مطلوب مثلا بعض الابيات المشهورة نعرف مين قائلها، اما اي بيت شعر انه نلزم الطالب يعرف مين اللي قائله، وكمان بطريقة او صياغة اسلوب سؤال غامضة شوي اللي هو هون ابن ابي اليسر، وكمان السؤال غير مطالب فيه الطالب انه يحفظ اسم الشاعر. وبناء على موضوع الحفظ، الوزارة طلبت من الطالب أنه يحفظ 35 بيت من الفصل الأول و30 بيت من الفصل الثاني وما جابت ولا بيت. أنت خليت الطلاب يحفظوا 65 بيت على مادة اللغة العربية وما جاب لهم ولا بيت من هاي الأبيات. كمان من الأمثلة يا أستاذ، أو هاي أمثلة الفصل الأول وهي أمثلة خارج الإطار التقليدي للامتحان الوزاري وخارج الأهداف المطلوبة من الطالب في الكتاب المدرسي. هذا بالنسبة للفصل الأول في مادة اللغة العربية التخصص. الفصل الثاني تفضل. الفصل الثاني، أما لما نحكي عن الفصل الثاني، الفصل الثاني الامتحان مستوى متوسط ويليق بالطلاب، لكن الأخطاء الموجودة هون هي أخطاء علمية. مثلا في عندي المثال رقم 44، الكلمات التي تحتها خط حصل فيها علال بالحذف بسبب التقاء الساكنين ما عدا، هو بده الإجابة إنها تكون رقم ألف كلمة منتمن، لكن مع مراجعة هذا المثال في كتب اللغة ومع الدكاترة في الجامعات، منتمن كلمة منتمن الحذف فيها يمر في 3 مراحل، والمرحلة الأخيرة منها يتم الحذف بسبب التقاء الساكنين، وهذه المعلومة موجودة في كتب اللغة. فكمان المثال اللي عندي هون كلمة منتمن يكون سبب الحذف في التقاء الساكنين وبالإضافة إلى باقي الخيارات، إذن جميع الخيارات يكون الحذف فيها منعا لالتقاء الساكنين، لذلك هذا السؤال يعني غير مطالب به الطالب لأنه كل الخيارات صحيحة. المثال يعني أي جواب في 44 صحيح، هيك قصدك؟ جميع الخيارات صحيح. طيب جميع الخيارات صحيح. رقم 48، وهذا السؤال اللي صارت عليه مشاكل وراجعنا فيه دكاترة في الجامعات وناس فهمانة باللغة ورجعنا للكتب واستشرنا من هون ومن هون، والجميع بيحكي لنا يا أستاذ بناء على الكتاب المدرسي هذا السؤال خاطئ تماما. ليش يا أستاذ؟ هم بيحكي لنا الجملة التي تحوي مشتقا عمل عمل فعله لوقوعه خبرا، الوقوع خبر أو الجملة اللي ممكن يكون فيها خبر اللي هي جملة جيم وجملة دال، لكن جملة دال نستثنيها لأنه المشتق اللي هون ليس خبرا. المشتق اللي موجود بفرع جيم هو إعرابه خبر، لكن الجملة خاطئة نحويا، جملة خاطئة نحويا. ليه؟ لأنه الجملة تدل على الماضي، عندي كلمة أمس وعندي كلمة كنت، وكنت فعل إيش كمان؟ ماضي. طيب يا أستاذ، أمس إحنا مش قصدنا فيها، كان رد الوزارة أو أحد دكاترة الوزارة على هذا الاستفسار انه امس ليست متعلقة بمبتغيا وانما متعلقة بمطلبي، يعني تقدير الكلام بالنسبة له انا ابتغيت الحق لما طلبت بالامس. طب ما هو انا ابتغيت الحق كمان متى؟ بالامس. والجملة اذا دلت على الماضي لا تعمل عمل فعلها، الجملة كما هو ورد في الكتاب المدرسي وإجى عليها كمان السنة الماضية سؤال، جملة تدل على الماضي أحد الجمل الآتية خاطئة نحويا، أحد الجمل الآتية خاطئة نحويا. إذن هذا السؤال يا أستاذ لأنه في عندنا الجملة تدل على الماضي، أكيد أنا لم بدي أطلب بالأمس مبتغيا معناها مريدا،
يعني أنا ما راح أحكي لك أنه أنا أريد الحق اليوم لما طلبت بالأمس، ما هو الطلب يرافق الإرادة، يرافق الابتغاء، فراح يكون الفعل كله بالماضي بدلالة كلمة كنت وبدلالة كلمة أمس. طيب يا أستاذ، في عنا تخريج لهذا المثال أنه يكون صحيح بكتب اللغة، موجود له تخريج، لكن التخريج غير مطالب به الطالب ولا كمان الأستاذ أنه يخرج هذا المثال أنه يطلع معه صحيح. بناء على الكتاب المدرسي وبناء على الأسئلة الوزارية السابقة، المثال ليس صحيحا نحويا وعلميا تماما. يعني أنت مع أنه سؤال 44 48 يحسب لكل الطلبة، بفهم كلامك؟ يحسب، صحيح، يحسب لكل الطلبة. بناء يعني يجب أن يحسب في الورقة الثانية السؤال 44 48 لكل الطلبة، يحسب لكل الطلبة. السؤال 48 أكيد 100%، سؤال 44 الفكرة اللي حكيتها كلمة منتمن، هاي فيها التقاء ساكنين، احنا بنحكي باللغة وليس بالكتاب المدرسي، يعني إذا جيت لغويا بكتب اللغة كمان فيها التقاء ساكنين. طيب في الورقة الأولى كم سؤال يجب أن يحذف أو يلغى أو توزع علاماته؟ 3 أسئلة بالراحة في الفصل الأول غير مطالب فيها الإطار التقليدي للامتحان الوزاري والنتاجات والأهداف المطالبة في دليل المعلم. طيب إذن في العربي عندنا 5 أسئلة، 3 في الورقة الأولى، 2 في الورقة الثانية. أرقام الأسئلة في الورقة الأولى لو سمحت أستاذ. أرقام الأسئلة السؤال 9 والسؤال 10 والسؤال رقم 12. 9 و10 و12 في الورقة الأولى. طيب بدي أنتقل لمبحث الأحياء الأستاذ شادي الفوارس. أشكرك أستاذ زكريا ربيعة، ونتحدث عن امتحان اللغة العربية، أثار جدا واسع عن الامتحان، والأستاذ زكريا ربيعة بعد مراجعة المعنيين ومراجعة دكاترة الجامعات ومراجعة المختصين والبحث في التفاصيل، تبين أن السؤال 9 و10 و12 في الورقة الأولى أسئلة تحتاج إلى إعادة نظر، وعليه يجب أن تحسب علاماتها لكل الطلبة، وكذلك السؤال 44 والسؤال 48 في الورقة الثانية. ونوه فقط أن وزارة التربية والتعليم دعيت لهذه الحلقة لكنها لم ترسل مبعوثا عنها أو مسؤولا عن هذا ملف لديها للحديث في هذه الحلقة، وحق الرد محفوظ لهم إذا كان عندهم إشي يردوا فيه. أستاذ شادي الفوارس مساء الخير، أسمع وجه نظرك في امتحان ماد مبحث الأحياء، تفضل. يعطيك ألف عافية أستاذنا محمد، ما شاء الله عليك القلب النابض في نبض البلد لقناة رؤية، وإحنا دائما ندعي إن شاء الله طلابنا تكون همتهم عالية طول ما الهمة موجودة، طول ما هم بالقمة يا رب. طيب بالنسبة لامتحان الأحياء أستاذي، أنا بدي أقسم لك يا لي 3 أقسام. القسم الأول المستوى، خلينا نقول على المستوى التربوي وعلى المستوى الأكاديمي والمستوى العلمي. على المستوى التربوي كان بالنسبة لامتحان الأحياء يعني راعى جميع الفروقات الفردية كالعادة، امتحان الأحياء يعني نوعا ما يمتاز بدقة الأسئلة، لذلك دائما كنا ننوه للطلاب إنهم يقرأوا الأسئلة بتأني في مادة الأحياء، لأنه ممكن كلمة بسيطة كما حدث في الدائرة الأخيرة دائرة 50 اللي ما قرأ كلمة فسر هبوط المنطقة باء، وبالتالي انعكس جوابه لألف، لكن اللي قرأ كلمة فسر المنطقة باء ليش هبطت أو ليش انخفضت عن مستواها، بالتالي صار الإجابة الصحيحة المعتمدة عند الوزارة اللي هي باء. وبالتالي هي هون الدقة، خلينا نحكي على المستوى التربوي كان الامتحان راعى فروقات فردية، برضو كان دقيق بحاجة لقراءة متأنية. فيما يتعلق بالجزء المادة، طبعا أستاذ محمد المادة هي طبعة جديدة كاملا، لكن المحتوى الموجود فيها من سنوات سابقة الوراثة، وحتى أسئلة الوراثة اللي كانت موجودة هي عبارة عن كانت عن أفكار بالأصل خلينا نقول سابقة، يعني لو اعتمد الطالب على قراءتها أو دراستها من أسئلة سنوات سابقة كان بمقدوره أنه يحل هاي الأسئلة. وكان الوقت جدا مناسب للطلبة، ولكن أنا عندي شيء بالنسبة لمادة الأحياء ما كان موجود في المواد العلمية الفيزياء والكيمياء، واللي هو إنه يعني المعلم الذي انتبه وراعى موضوع كتاب التمارين والأنشطة طلابه كانوا خلينا نحكي بالسيف سايد، عدا ذلك المعلم اللي ما راعى هذا الشيء
وما دقق على كتاب التمارين والأنشطة، أنا برأيي والورقة تثبت ذلك بأنه كان لا يقل عن 8 علامات من كتاب الأنشطة من مادة الأحياء، وبالتالي الطالب اللي ما اهتم لكتاب الأنشطة بالتالي أنا بتوقعاتي خسر لا يقل عن 8 أحياء. طبعا يعود هذا الدور بالنسبة لمعلمه في الدرجة الأولى، والدرجة الثانية عليه كطالب من حيث إنه شو لازم يحضر وشو لازم يكون دارس. لكن على المستوى العلمي لا يوجد أخطاء علمية أبدا، وهو هذا الوضع الطبيعي أصلا للامتحانات أن لا يكون بها أي أخطاء علمية إطلاقا، والالتزام كان موجود بالنسبة لطبيعة الأسئلة في الكتاب. نعم بدي أشكرك. نعم بدي أشكرك شكر أستاذ شادي الفوارس مدرس مبحث الأحياء امتحان الأحياء لملاحظات عليه. شكرا لك. التوفيق لطلابنا حبيبنا. نأمل توفيق للطلبة جميعا. بعد فاصل سأعود لقضية التسريب الغش وامتحان الكيمياء. فاصل ومن ثم نواصل. ابقوا معنا. أهلا بكم في حديثنا المستمر حول امتحان الثانوية العامة، وهذه المرة حول امتحان الكيمياء وحول تسريب والغش في هذا الموضوع. أبدأ بالأستاذ بهاء مدرس مبحث الكيمياء. أستاذ بهاء مساء الخير. مساء الخير أستاذ محمد لك وللسادة المشاهدين. سيف أستاذ بهاء بدي أسمع تقييم منك لامتحان الكيمياء يوم الخميس. كم سؤال فيه غلط؟ هل كان الامتحان صعب فعلا؟ هل كان الامتحان معقد؟ هل تجاوز ما علم للطلبة خلال العام الدراسي؟ تفضل. سيدي من سنوات طويلة لم أشهد امتحان كيمياء بهذه الصعوبة، حيث كان الامتحان صعب جدا وليس بمتناول جميع الطلاب. الامتحان احتوى تقريبا على 40% من القدرات العليا، وهذا ليس من المتعارف عليه، حيث عهدت وزارة التربية والتعليم في امتحانات بشكل عام أن تكون نسبة القدرات العليا هي 20% فقط، أي بما يعادل 10 أسئلة فقط. هذا الامتحان أستاذ محمد وكما يعلم الجميع احتوى تقريبا على 40%، أي تجاوز 23 دائرة، وهذا الشيء خطير جدا على امتحان كيمياء. ويعني احنا في عنا الفرع العلمي والفرع المهنية، أيضا الفرع المهنية ظلموا في هذا الامتحان من حيث الطول. هذا الامتحان كان طويل جدا وصعب جدا. موضوع الوقت كان موضوع قاتل. سيدي الدكتور محمد كنانة صرح بعد الامتحان مباشرة إنه واضع هذا الامتحان احتاج إلى 40 دقيقة في حل الامتحان واضع الأسئلة، وفي تصريح له سابق أن واضع الأسئلة يضع 4 أضعاف الطلبة. اضرب لي 40 دقيقة لواضع الأسئلة في 40 من المرات للطلاب 160 دقيقة، امتحاننا كان 120 دقيقة أستاذ محمد، وهذا اعتراف صريح من إدارة الامتحانات أن الامتحان طويل بكلام الدكتور محمد كنانة وتصريحه. الامتحان طويل جدا، الامتحان فيه أخطاء نعم، حيث احتوى السؤال 36 على خطأ وليس له إجابة من بين الخيارات. سؤال 36 هو مطلب لازم يحسب لجميع الطلاب. هاي الامتحان معي صديقي، وسؤال 36 يعني بتمنى وجميع المعلمين حلوه وليس له إجابة من ضمن الخيارات، وهما أربك الطلاب واستنزف من وقتهم. الامتحان لم نعهد له من قبل. سؤال 40 له جوابين، هاي عندنا سؤالين في امتحان الكيمياء. بلس انه الامتحان الوزارة طلعت لنا ما قبل الامتحانات وصرحت للطلاب، يا طلابنا ادرسوا من افكار الكتاب. انا اتحدى اذا هذا الامتحان احتوى على افكار كتاب، انا لا اقول لك من مش من المنهاج، الامتحان من المنهاج، لكن الوزارة حثت الطلاب على دراسة الكتاب المدرسي، والطلاب درسوا الكتاب المدرسي. الاسئلة صعبة جدا وليست من افكار الكتاب المدرسي. يعني احنا حلينا مع الطلاب اسئله الكتاب المدرسي، اسئله الدروس والمراجعات، كتاب الانشطه، كتاب التمارين طول السنه. ارجع للامتحان عباره عن مش من افكار الكتاب. انا لا اقول لك خارج المنهاج، من المنهاج، لكن الافكار صعبه، صعبه جدا. مع العلم انه الامتحان كان معاه يوم ونص للطلاب، يعني الطلاب تقدمت لامتحان الانجليزي يوم الثلاثاء، الخميس كان امتحان كيمياء ومنهاج جديد واحتاج طيب. وقت مع الطلاب في الدراسة. طيب. الوزارة ركزت. واضح واضح رأيك أستاذ بهاء. ابقى معي إنه عندي كمان سؤالين في هذا الإطار. بدي أنتقل للأستاذ إبراهيم حميدي. أستاذ إبراهيم مساء الخير. يا مساء الورد أستاذ محمد. أهلا وسهلا فيكم جميعا. أسمع تعليقك وتعقيبك على امتحان وعندي أسئلة واضحة. هل هناك من أخطاء في الامتحان؟ هل فعل الامتحان
40% منه صعب جدا يفوق قدرات الطلبة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بضم صوتي إلى صوت كل معلمين المملكة اللي أنا تعاملت معهم وتكلمت معهم، وبضم صوتي إلى صوت الطلاب. هذا امتحان لم نشهد له مثيل بالمرة، رغم أنه كل المعلمين والأستاذ بها معنا وكل الأساتذة موجودين، اشتغلنا على أنماط عالية جدا، إلا أن هذا الامتحان كان بمنظور كاتب الأسئلة ليس بمنظور الطالب. لم يراعي الفروقات الفردية بين الطلاب، اشتغل على 40 يعني 50% 60% وإطلع. مش كل طلاب المملكة متميزين، في عندنا الضعيف أستاذ محمد، في عندنا الوسط، في عندنا القوي، في عندنا المتمكن. أنا بقدرش أحصر امتحان وزارة بالمتمكنين، يعني في طلاب بعثوا لنا يجيب علامة كاملة مثلا أو شبه كاملة. طب هذا الطالب يعني حبة من مجموعة. هذا الامتحان الوقت عند الطالب أستاذ محمد معروف عند كل المعلمين، الطالب المتمكن والطالب الجيد بحب أنه يخلص للدائرة ثم ينتقل على اللي بعدها وهو مطمئن أنها ممتازة. الامتحان خلى كل دائرة متوتر فيها الطالب، يرجع مرة ثانية، يعني يرجع للسؤال اللي قبله يقرأ مرة ثانية. في أشياء علمية مثلا في الامتحان صراحة يعني بضم صوتي لصوت زملاء المعلمين، سؤال 36 أكيد في نظرة فيه. وأيضا أستاذي عشان تكون بالصورة، في أشياء معينة كانت الوزارة تتخذها دائما حتى تميز بين من يشرح المادة ومن يعني لا يشرح المادة بشكل جيد. هيك غاب عنصر الفروقات الفردية بين الطلاب. هذول الطلاب سنة كاملة وإحنا بنتعب معهم ومنوجههم على الكتاب. عندي من الطلاب من حل الكتاب 4 مرات وخمس مرات وطلع بقول لك أستاذ أنا بعرف إنه الأسئلة ممكن بدها 3-4 ساعات برا، بس أنا جوا الامتحان توترت. أنا كل الأسئلة اللي عندي تحليل تركيب تحليل تركيب، يعني كل سؤال بيخلص بنتقل على اللي بعده في عنده مشكلة فيه. احنا ما عندنا مشكلة بأسئلة قوية، أي مشرف تربوي بيقدر يكتب سؤالين قويات يميز كل طلاب مملكة، لكن أن يكون السؤال الامتحان بهذا الترتيب. بعدين في رتابة في الأفكار، يعني صراحة في عندي أنا مثلا الآن شغلة بعرفوها الكيميائيين والزملاء الطلاب، يعني إخوان الطلاب بيفهموا هذا الكلام علي. في الأسئلة اللي زي هاي طول السنوات السابقة الوحدة الأولى والوحدة الثانية فيها مركبات أحماض وقواعد الطالب بيعرفها، والطالب اللي مش دارس عادي مش مشكلة، لو عاد السنة مش مشكلة لأنه مش دارس، بس طالب عنده قدرات بسيطة في الحساب الرياضي أو التحليل اللوجيك ممكن يكون حافظ كل الأسئلة. رموز، تفضل، رموز خلية جلفانية، رموز جهد خلية جلفانية، رموز التحليل الكهربائي، رموز. احنا بنضم صوتنا الى صوت كل المعلمين اللي اشتغلوا خلال السنه كامله، ومع الطلاب اللي سهرنا معهم، احنا معهم 24 ساعه، احنا طول نهارنا شغالين، هذول اولادنا بناتنا شغالين معهم. شو عندكم مشاكل احنا جاهزين، لكن انا يطلع عندي طلاب متمكنين انا كنت اختبرهم على الستوب ووتش في المدرسه ويحلوا سؤال من الاسئله الصعبه جدا، ثم الامتحان دي بعت لك استاذ والله انا اسف جدا يعني صراحه استاذ طلعت الكيمياء من الحسبه. طب ليش؟ يعني انا بصراحه بدي اعرف ليش. لذلك هل في مثلا قوه في الامتحان؟ نعم، الامتحان كان فيه فوق 50-60% فما فوق، يعني هذه الفئة اللي تحت شو تعمل؟ أنت الآن لم تميز بين طالب اشتغل وطالب ما اشتغلش، لأنه أنت عم بتقارن قوتك بطالب قوي، وحتى القوي كمان لم يسعفه عنصر الوقت. قبل ما أتكلم مع حضرتك تكلمت مع مشرف تربوي ومع زميل إلي في العقبة ومع زميل في السلط، ورنيت عليهم تليفونات إخواني كمان مرة لو سمحتوا كم أخذ معكم الامتحان؟ ساعة وربع، ساعة ونص. طب الطالب هذا اللي جوا امتحان وزارة ومرهق من 3 امتحانات كيف ممكن يعمل؟ إحنا بس حبينا نوضح شغلة، من كتب هذا الامتحان مع احترامي لشغله ومع احترامي لجهده وأنا بقدر جهده تماما، يبدو أنه صوبه يعني بسموها الحق. لماذا؟ جانبه الصواب، جانبه الصواب، يعني جانبه الصواب، لأنه صراحة يعني أراد أن يخدم المنهاج. فالآن كيف بدي أنا أوصل فكرة للطالب السنة القادمة إنه يا حبيبي ركز في الكتاب؟ هيجي يقول لك ما أختي حلت الكتاب 5 مرات وفيش أسهل من الكتاب، يعني ولا سؤال من الكتاب، ولا سؤال من الكتاب. لا أنا بحكي منهاج وليس كتاب. أنا السؤال أستاذ محمد عندما أقول للطالب مثلا والله في عندك مثلا هذا السؤال، كل هذا بمحتويات المنهاج، لكن الكتاب هناك في الكتاب أسئلة وضعها السادة المشرفون اللي ألفوا الكتاب بشكل، أقول لك أستاذ محمد يعني صراحة طول السنة وأنا بشيد بالكتاب، ما شاء الله على اللجنة اللي كتبت الكتاب، ما شاء الله على أسئلتهم، حلوا هذا السؤال دير بالكم. عشان تكون بالصورة أستاذ محمد، إحنا في دوسياتنا اللي هي ورق العمل نوعا ما لا تخلو دوسية لمعلم بدرس أو ورقة عمل لمعلم بدرس من أسئلة الكتاب المدرسي ومن دليل المعلم ومن أسئلة التمارين والأنشطة ومن حلول أسئلة الوزارة. طيب يا أستاذ إبراهيم، ماشي أستاذ إبراهيم، هذا الامتحان أنت بتقول لي فيه سؤال ملوش جواب صح؟ أستاذ بهاء اللي قال سؤال 36، نعم ضم صوتنا له، فيه مشكلة. نعم طيب كيف هو أنتوا هلأ، أنا بدي إياك أنت والأستاذ بهاء مع بعض تجاوبوني سؤال واضح. الوزارة ثاني يوم بتقول لكم فيه 691 واحد جايبين علامة كاملة، كيف جايبين علامة كاملة؟ لا أستاذ الآن عشان تكون أستاذ محمد، هاي آلية التصحيح. أنا لما أعمل امتحان وأكون مفترض أنه مثلاً با هو الجواب الصحيح وأكون حاطه على المسح الضوئي أكيد حيطلع با الجواب الصحيح، يعني
يعني أكيد بس, بس, أنت, بس أنت بتحكي عن تقريبا يا أستاذ 690 91 طالب جميع علامة كاملة وبقول لك نسبة النجاح 70%. معلش والنجاح 70% ليش أنتوا عاملين كل هاي؟ وهذا أسئلة اليوم تطرح الوزارة بتواجهكم بهذه الأرقام. دائرة الامتحانات بتقولكم هاي كلامكم غلط، في 691 واحد جميع علامة كاملة. من أصل قديش؟ وهل الناجحين نسبة نجاحهم نجاح كلي ولا نجاح طبيعي يرضي الأهل والطلاب ويدخلهم جامعات؟ شغلة ثانية، اللي جابوا علامات كاملة، أنا عندي طلاب جابوا علامات كاملة. طب أنا سؤال، أنا بدي قلت لك في البداية أستاذ محمد، أنا لا أقيس امتحان وطني على كم من طالب متمكن. في سؤال غلط يا أستاذ إبراهيم، بتقول هي الجزئية يا أستاذ إبراهيم، امتحانات الرياضيات والفيزياء. أستاذ إبراهيم وأستاذ بهاء، أستاذ إبراهيم يا أستاذ إبراهيم يا أستاذ إبراهيم، في سؤال جوابه غلط ملوش جواب، يعني هذا بالحظ جاوبوا الطلاب بالحظ؟ لا، هو يؤول جوابه، لا يؤول جوابه، ما بنقدر نحكي انه جوابه خطا، يؤول جوابه بشكل معين، لكن هذا الجواب الذي يؤول حطته الوزاره انه هو صحيح. الطالب اجى عقله على عقل المشرف، كم عددهم؟ 691 اصلا. قلت ايش استاذ محمد؟ الفكره كمان مره بعيد، في اعتى واقوى اسئله الوزاره لابد ان ياتي طالب بعلامه كامله، هي معروفه استاذ محمد، يعني معروفه. طيب خليك معي، خليك معي استاذ ابراهيم، سبها اسمع وجهه نظرك. أستاذ محمد، رقم 691 أنا برأيي غير منطقي. ليش؟ لأنه إحنا تقريبا عندنا 70,000 طالب علمي مقدم امتحان الكيمياء. هلأ سؤال 36 لو جينا حليناه بناء على معطيات الكتاب وقانون الكتاب لن تجد له جواب من ضمن الخيارات. كمان في مشكلة في سؤال 40، أنا مستعد للمناقشة علميا، سؤال 40 له جوابان من جواب واحد، وأنا طالب بحسب هذولا السؤالين للطلاب. ما خلص تصليح يا أستاذ بهاء. ما هو هنا الفكرة. سبحان الله، إحنا الامتحان طلع بيخلص عندنا بقى قلنا 24 ساعة تصحيح. هذا سؤال أستاذ محمد، اليوم خلص الامتحان نحكي على ساعة واحدة كيف تم لم الامتحان من العقبة والطفيلة ومعانه والأخيري وصلح في أقل من 12 ساعة، وهذا غير معتاد عليه. يعني إحنا بنحكي عن امتحان كان في مشكلة، كان في جدل، ومش عندي ولا عند سين ولا صاد، عند كل المملكة. أنا تواصل معي ألاف الطلاب، وكل سنة بيكون امتحان الكيمياء نوعا ما لطيف، لكن السنة كان في جدل من حيث الصعوبة من حيث الأسئلة. كمان ملاحظة يعني مهمة جدا، امتحان المعيدين جيل 2004 كان يحتوي على نفس أسئلة الامتحان الجديد، لكن غيروا الأرقام من أرقام عربية إلى أرقام إنجليزية. أنا هلا احسموا لي موضوع، أنا احسموا لي موضوع التالي، برأيكم رقم 691 صحيح غير صحيح؟ معقول امتحان بتصلح بهذا التوقيت؟ لا والله، هذا جوابه يجب يعني أن الوزارة ترد عليه. بلس أستاذ محمد، هل تم معالجة إحصائية للطلاب؟ هل تم رفع العلامات للطلاب؟ إذن الامتحان شكى منه أغلب الطلاب. طيب أستاذ إبراهيم، طيب أستاذ إبراهيم كويس، أستاذ إبراهيم مقتنع بأنه تم تصحيح الامتحان خلال أقل من 24 ساعة؟ مقنع الكلام بالنسبة لك، وهي الأرقام مقنعة بالنسبة لك ولا غير مقنعة؟ الجانب هذا أنا بعيد عنه، لا هذا شغل الوزارة، ما أدري في 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 أمور الناس يعني كيف تشتغل. أكيد مش مشكلة، دائرة الامتحانات دائرة في وزارة عادي، ما بتخوف يا أستاذ إبراهيم عادي، بنقول منطقي ولا مش منطقي يا أستاذ إبراهيم. أنا المصداقية، أنت كأستاذ اليوم، أنت كأستاذ اليوم 70,000 ورقة صححوا في 24 ساعة من دائرة الامتحانات أو لا؟ معقول؟ أنا يعني ما بقدر أعطي رأيي، بكون بلاش، بديش أكون دخلت في ظلم صراحة، ما بعرف صراحة. ما إحنا بنطلع يعني نتائج توجيه هذا تطلع خلال أسبوعين، وين أسبوعين؟ بدك اليوم اليوم امتحان بيخلص بكرة تصحيحه، سهل القصة يعني، بيصفي عنا الرياضيات والفيزياء يعني والعربي والإنجليزي، معلش بخذله بأسبوع كل واحد. هاي أفضل تكنيك كيميائي. نعم عفوا. طيب أستاذ إبراهيم، انت بالنسبه لك سؤال 40 في مشكله ولا في اجابته ولا لا؟ رايي الشخصي انه لم يؤثر على الحل، يعني رايي الشخصي انه سؤال 40 له جوابين ولا جواب؟ يعني ما لو كان في السؤال اجابات مطروحه اخرى لكان فيه مقال، لكنهم حصروها في الاجابات الموجوده، يعني موجوده، يعني ما فيش طالب مثلا ممكن يتكلم في هذا الموضوع، لكن علميا ممكن الاستاذ بهاء له راي يعني، لكن نحترم كل الاراء. يعني أنت غير متفق ضمنيا، أستاذ إبراهيم بحاول يكون أكثر لطافة. خليكم معي أستاذ إبراهيم وأستاذ بهاء، أنا معي اتصال هاتفي من معلمة لن أذكر اسمها. ستي مساء الخير. مساء النور. وأنا بدي أعلق على موضوع ما نشر حول الغش في الامتحان أو تسريب الأسئلة، وعندك أنت ملاحظات في هذا الموضوع، تفضلي.
أنا أتحدث بصيغة عامة، ولا يعني أبني آرائي عليها، لكن أنا أشبهها هاي. تفضلي. قبل يومين بعد امتحان الكيمياء، أنا معلمة، يعني أتحدث بصيغة عامة عن الطلاب عبر منصة الفيسبوك وتليجرام. منصة الفيسبوك منصة عميقة وكبيرة، يعني بتضم كل الناس. لاحظت وجود جروب تليجرام باسم لوفي. هذا الجروب بضم عدد هائل كبير جدا من الطلاب، وليس طلاب فقط توجيهي، إنما طلاب جامعة وفي جامعة اليرموك أيضا. هناك يقوم الطلاب ببعض إرسال أسئلة الامتحان، أو المشرفين الموجودين بالجروب برسلوا أسئلة الامتحان مع الأجوبة، ليس توجيهي فقط إنما جامعة. من تجولي عبر الفيسبوك وجروبات، لاحظت تشاؤم هائل من أهالي الطلبة، فليس من الطلبة فقط، وبما يجري ما يسمى تحت ما يسمى بتسريب أسئلة الثانوية العامة. بعد مشاهدتي لدكتور كنانة في برنامج عامل لرجوب يوم الخميس، تحدث أنه سوف يعلن نتائج أولية يوم الجمعة عن امتحان الكيمياء، وأنا بضم صوتي كمعلمة مع صوت الأستاذ اللي كنت معهم تعمل مقابلة قبل قليل. حكى يوم الجمعة طلعت النتائج الأولية، 691 طالب حصلوا على 200 من 200 في امتحان الكيمياء، وهذا غير جدي بالعدد الرقم العدد الذي حصلوا عليه، لأنه هناك رأيت ببعض السكرينات الموجودة على الفيسبوك إنه في باللايف اللي ما يسرب الأسئلة حضروا 691 طالب، 691 طالب نفس الرقم اللي حصلوا على العلامة الكاملة في امتحان اليوم. امتحان الأحياء في جروب التوجيهي 2005-2006 على الفيسبوك كانوا وضعين طلاب صور طالبة وأسئلة امتحان الأحياء السيارة وهي بتحل فيها تراجس فيها. هذا كله كلام بس مش موثق، مش هيك؟ هذا كله كلام مش موثق بس كلام موجود. غير انه في طالبة اليوم عملوا محلصة على الفيسبوك بعد ما خرجت من الامتحان، شكت نفس الاشي انه تم تداول امس ان يتم بيع اسئلة بمقدار 700 دينار مقابل تصل على الفجر عشان الوزارة ما تغير الاسئلة وتحلها. طيب بدي اشكرك ستي كل الشكر، وبدي ارجع للأستاذ ابراهيم والأستاذ بهاء. أستاذ ابراهيم ابدأ منك، في تسريب الأسئلة برصدكم؟ في تسريب الأسئلة أو لا؟ الكيمياء تسرب أو لا؟ أنا ما شفت، لكن بيحكوا على الفيسبوك على الإنستغرام على مكان، أنا ما شفت بعيني. نعم لكن بيحكوا. وصلك في طلاب شكولك؟ زي ما وصلك أستاذ على الفيسبوك، والله سرب والله يوفقهم كذا، زي ما وصل الكل يعني. أما أنا وصلني مثلا عرفت أنه كذا، كان بلغت مباشرة. طب طلابك بلغوك ما بعد الامتحان أستاذ صار في تسريب أسئلة؟ بدي أرجع للأستاذ بهاء. أستاذ بهاء نعم، ما يخص التسريب أستاذ بهاء تفضل. والله أستاذ يعني لاحظنا وشفنا على صفحات الفيسبوك وإنه في بعض مجموعات التليجرام تسريب مش تسريب وأول آخره، وأنا وصلني سكرين شوت من الطلاب بعد الامتحان إنه أستاذ هيتفرج حسبي الله ونعم الوكيل، تعبنا هيهرب الامتحان، لكن الصورة لم تكن واضحة. لكن في جروبات تليجرام بتحاول في أثناء الامتحان مثلا إنه تنشر الامتحان، هذا ما وصلنا في سكرين شوت كثير موجود في السوشيال ميديا. لكن تحققتم من ذلك؟ ما في تحقق من ذلك. والله أستاذ بعد ما طلعنا من امتحان وكانت لجنة الامتحان والجدل على صعوبته والأسئلة الغير يعني متناسقة مع ضمن المواصفات والمقاييس الامتحان، الواحد كان مشوش نوعا ما. احنا شفنا الغش على السماعات. على كل مسابهة بدي اشكرك، وانا الاساتذه ما عندهم تعقيب على موضوع تسريب السؤال الاسئله من عدمها، تبقى الاجابه عند وزاره التربيه والتعليم وتحديدا دائره الامتحانات حتى لا اعمم على وزاره، لا يمكن ان اعمم اخطاء دائره على وزاره باكملها، ولكن هذا الموضوع يحتاج الى تحقق، واذا كان في تسريب يجب محاسبته، واذا كان التسريب غير صحيح يجب محاسبه من يعني روج لهذه الشائعه بين الطلبه قبيل امتحانهم وبعد الامتحان. امتحان صعب وبنقول تسرب قبل 691 وأرقام تطلع زي بعض ومتشابهة بعضها البعض ونربط هاي بهاي، قد لا يكون كل ذلك صحيحا وهذا هو الأكثر ترجيحا، لكن إذا ما هذا مش صح ليش ضلينا ساكتين؟ لأنه إدارة الامتحانات مش عارف تشتغل شغلها، هذا لما يبدو عليه الأمر، أو أنه عندها شغل اشتغلته وإحنا ما بنعرف، فوجب عليها لزاما
أن تذكر كل ما فعلته، وجب عليها لزاما دائرة الامتحانات تحديدا في وزارة التربية والتعليم المختصة والمعنية بامتحان الثانوية العامة تقول لنا في الأردن كيف طلعت نتائج الامتحان بأقل من 24 ساعة والامتحانات تضون نتائجها كل هذه المدة الزمنية. إذا نتائج تطلع معناها تكون أكثر شفافية وأكثر وضوحا وأكثر صراحة بدون لف ودوران. أعطونا الصافي في كل امتحان، قديش علامات كامل وقديش نسب النجاح، خلينا بالآخر نكون أكثر راحة حول هذا الامتحان الذي يسعى وزير التربية والتعليم الحالي أن يجعله امتحانا أكثر بساطة وسهولة وراحة للطلبة، وهذا ما هو المطلوب لأهليهم، وهذا ما هو المطلوب أن نطور الامتحان. إحنا ما نطور الامتحان ودائرة الامتحانات ترجع فينا لورا للأسف.